بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطيب الله جميع أوقاتكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى ويسرنا بإذن الله تعالى أن نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ دكتور صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنه الدائمه للافتاء، السلام عليكم يا شيخ صالح. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيكم واثابكم الله، اذكركم ايها الاخوه والاخوات بجوال البرنامج للرسائل النصيه والواتساب فقط 05 01 7 8 5 5 حياكم الله بداية الشيخ صالح هذا يقول في قوله تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون يسأل عن هذه الآية المباركة يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه الآية الكريمة يبين الله تعالى أنه لا يجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالذين يعملون السيئات. الذين يعملون الصالحات يحبهم الله ويتقربون إليه ويرضى عنهم. الذين اجترحوا السيئات يبغضهم الله سبحانه وتعالى وينهاهم عن ذلك فلا يستوي هؤلاء وهؤلاء عند الله سبحانه وتعالى نعم أحسن الله إليكم وأثابكم الله هذا محمد من جدة يقول كيف يحسن المرء بالله ظنا بالله عز وجل يحسن ظنا بالله عز وجل بأن لا يظن به إلا الخير ولا يظن به الا كل خير، فهذا هو الظن بالله سبحانه وتعالى، احسان الظن بالله جل وعلا، هذا عباده اعظم انواع العباده، نعم. هذا سائل اخر يقول يا شيخ صالح هل الشرك الخفي او الشرك الاصغر اعظم من الكبائر؟ من ناحيه انه شرك هو اعظم من من الكبائر بل هو اكبر الكبائر اكبر الكبائر الشرك بالله سبحانه ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء نعم نعم بارك الله فيكم، هذه احدى الاخوات تقول ما الحكمه من ان المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يشاور زوجاته مع العلم ان هناك الصحابه والخلفاء فما الحكمه من ذلك؟ استشار زوجاتي فيما يتعلق بهن وأما ما يتعلق بأمور المسلمين وأمور السياسة فإنه يستشير كبار الصحابة كأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب والمهاجرين والأنصار هنا. احسن الله اليكم يا شيخ صالح هذا يقول بارك الله فيكم ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له؟ معناه ان ماء زمزم ماء شريف وانه على حسب نيه الشارب فان شربه يريد به الشفاء فانه يكون شفاء باذن الله وان شربه يريد به الطعام فإنه طعام طعام طعم وشفاء سقم فماء زمزم ماء مبارك نعم. يقول بارك الله فيكم هذا السائل في قوله تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. نعم هذا يد هؤلاء يدعون الله ان الله جل وعلا يغفر لهم ذنوبهم ويكفر عنهم سيئاتهم وأن يضاعف لهم الأجور أن يجعلهم إماما للمؤمنين يعني قدوة، المراد بالإمام هنا قدوة في الخير، نعم. نعم بارك الله فيكم، أيضا يقول هذه الأسماء التي تبدأ بها تبدأ بها بعض السور في مثل طه وياسين، هل هي من من السورة أم هي فقط أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ليست أسماء للنبي وإنما هي حروف مقطعة. هذه تسمى بالحروف المقطعة في أوائل السور، وهذه الحروف المقطعة فيها إشارة إلى الإعجاز، إعجاز القرآن الكريم، لأن القرآن مركب من مثل هذه الحروف التي تنطقون بها، ومع هذا عجزتم أن تأتوا بسورة من مثله، نعم احسن الله اليكم واثابكم الله هذا الاخ راشد يسال عن بيان حديث عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل سبقت رحمتي غضبي رواه البخاري ومسلم نعم في هذا ان ان الله سبحانه وتعالى يحب المغفره والرحمه ولا يرضى بالسيئات ولا يرضى بالخطايا وهي لا تضره ولا تنفعه، الطاعات لا تنفع الله والسيئات لا تضر الله، وإنما هذا من رحمته بعباده لأن السيئات تضرهم فهو يكره ما يضر عباده، والحسنات تسرهم فهو يحب ما يسر عباده، وهذا من رحمته ورأفته بهم، نعم. أحسن الله إليكم هذا سائل آخر يقول ما معنى النياحة على الميت المنهي عنها النياحة على الميت رفع الصوت ب... بتعداد محاسن الميت كأن تقول وعضداه و وعضداه وكبداه وما أشبه ذلك نياحة لا تجوز رفع الصوت بالنياحة من أمور الجاهلية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنما الواجب الصبر على المصائب الصبر على موت الأقارب والاحتساب الأجر من الله سبحانه وتعالى نعم احسن الله اليكم واثابكم الله. ابو ثامر من الخرج يقول في الحديث عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات رواه البخاري ومسلم. نعم هذه اكبر الكبائر. ذكرها الله جل وعلا في هذا في ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فقال اجتنبوا السبع الموبقات يعني المهلكات قالوا وما هن يا رسول الله فذكرها وعدها لهم ليتجنبوها لان الكبائر على قسمين كبائر عاديه وكبائر اكبر الكبائر تنقسم الى اكبر الكبائر وما دونها وعلى المسلم ان يتجنب الكبائر والذنوب كلها حتى الصغائر صغائر من الذنوب يتجنبها المسلم ولا يتساهل فيها لانه اذا تساهل فيها صارت كبائر نعم احسن الله اليكم عقوق الوالدين من الكبائر يا شيخ ايه من اكبر الكبائر بعد الشرك لا لا لا. نعم أه ما المقصود باللمم اللمم صغار الذنوب اللمم صغار الذنوب وقل من يسلم منها ولكن الله جل وعلا يغفرها نعم, نعم. سائل آخر يقول هل يحاسب المرء على ما توسوس به نفسه دون النطق به لا يحاسب على ذلك إذا تركه ورفضه ولم يهتم به واستعاذ بالله من شره نعم احسن الله اليكم واثابكم الله هذا يقول حفظكم الله من ادعى انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وانه اخبره بكذا وكذا فهل يؤخذ بقوله؟ لا الرؤيا لا يبنى عليها احكام شرعيه وانما هي مبشرات الرؤى مبشرات لاهل الخير نعم احسن الله اليكم واثابكم الله. هذا يقول يسال عن شرح حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاه العصر كانما وتر اهله وماله رواه البخاري ومسلم. نعم هذا يدل على اكديه صلاه العصر وهي الصلاه الوسطى كما قال تعالى حافظوا على الصلوات. والصلاة الوسطى، والراجح أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر فلها فضل عظيم. نعم. وما معنى وتر أهله وماله؟ خسر، معنى وتر يعني خسر أهله وماله. نعم. نعم. أحسن الله إليكم وثابكم الله، انتقل إلى سائل آخر. آه هذا الأخ سعود يسأل عن تفسير قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. سبع المثاني هي سوره الفاتحه سبع آيات والقرآن العظيم سائر القرآن وقد منّ الله على رسوله بأنه أنزل عليه السبع المثاني والقرآن وبلّغه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته هناك احسن الله اليكم واثابكم الله آه هذا يقول حفظكم الله هل يلزم في صلاه الفجر في كل يوم جمعه ان اقرا سوره الانسان آه وايضا سوره السجده؟ هذا سنه قراءه سوره الانسان سوره السجده وسوره الانسان في الركعه الاولى سوره السجده في الركعه الثانيه سوره الانسان هذا سنه ان يقرا بها الإمام. نعم. آه هذا محمد من العراق يقول هل يجوز جمع صلاة الجمعة مع صلاة العصر بسبب الأمطار الشديدة؟ لا، لا تجوز، لا يجوز جمع العصر مع الجمعة، لأن العصر ليس من جنس الجمعة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، لم يجمع بين العصر وصلاة الجمعة. نعم. نعم هذا انس من الرياض يقول سمعنا قبل ايام ان هناك من نادى بالصلاه في الرحال وذلك لشده البروده ما حكم ذلك؟ هذا البروده تاتي دائما وابدا وليست عذرا في ترك الجماعه لمن لا يتضرر بخروجه يخرج ولو كان عليه مشقة من البرد والأجر أعظم في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم أيضا هذه سائلة أم خالد من حائل تقول لدي ذهب لللبس في المناسبات وكثير من الأوقات يمضي السنة والنصف السنة ولا يحصل مناسبات سؤال هل في زكاة؟ الحلي المعد المعد للاستعمال. الراجح والذي عليه جمهور أهل العلم أنه ليس فيه زكاة لأنه لم يعد للنماء وإنما أعد للحاجة نعم. أبو إبراهيم يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ما معنى هذه الآية؟ القرآن يهدي للطريقة التي هي أمثل وأحسن نعم. أحسن الله إليكم آه هذا السائل يقول كنت على معاصي وحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي كانت علي معاصي والحمد لله الان تبت الى الله سبحانه وتعالى ولكن قلبي يحزن على ما فات ويتحسر بماذا تنصحونني ما علاج ذلك؟ الحمد لله انت على الطريق الصحيح ما دام انك تبت الى الله تبت الى الله وندمت على ما حصل منك وعزمت ان لا تعود لمثل هذا فأنت على الطريق الصحيح والحمد لله، نعم. أحسن الله إليكم. سائلة تقول أرغب من الشيخ التحدث عن تعليق الزوجات وعدم التطليق من الأزواج؟ لا يجوز، نهى الله عن ذلك. نهى الله عن تعليق الزوجات بدون رغبة فيهن. وقال فتذروها كالمعلقة. فالمعلقة معناها أنها لا تستفيد من زوجها شيئًا بل تتضرر، لا هو الذي يحسن إليها ويعتبرها زوجة له يستمتع بها، ولا هو الذي طلقها من أجل أن تتزوج غيره. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم الله أبو حسام يقول ما حكم تخصيص شهر رمضان المبارك لدفع الزكاة علما أن في بعض الأشهر هناك من يحتاج من الفقراء لا تحبس الزكاة إلى شهر رمضان وإنما يخرجها عند تمام الحول ووجوب الزكاة يبادر بإخراجها في أي وقت نعم يقول بارك الله فيكم علي سنوات لم اقضي الزكاة عن مالي المدخر فكيف ادفع الزكاة الآن؟ تحسبها عن كل سنة تحسب زكاة كل سنة تخرجها إما دفعة واحدة إن استطعت أو على أقساط حسب استطاعتك، المهم لا يبقى في ذمتك شيء منها. نعم أحسن الله إليكم وأثابكم الله هذا سائل آخر سوداني مقيم في المملكة يقول ما هي مدة الغربة عن الزوجة وأنا هنا أربعة أشهر للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر تربص أربعة أشهر تربص أربعة, أربعة أشهر يعني انتظار أربعة أشهر فالزوجة تتحمل إلى أربعة أشهر ولا تتحمل أكثر من ذلك من زوجها نعم احسن الله اليكم هذا الاخ فهد يقول بارك الله فيكم هل كل من طلب مني الزكاه او الصدقه اعطيها اياه ام اسال عنه تسال عنه تتاكد هل هو من اليا ولكن اذا اعطيته عن سؤاله لان الله جل وعلا يقول وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم السائل له حق وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا السائل وإن جاء على فرس نعم أحسن الله إليكم وأثابكم الله أم عمر تقول هل ورد فضل بقراءة سورة البقرة يوميا في البيت لم يرد هذا أن تقرأ لكن ورد أن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة أما أنه يرتب ويقراها كل يوم أو في أيام هذا لا دليل عليه نعم أحسن الله إليكم وأثابكم الله أيضا من الأسئلة التي وردت إلى البرنامج هذا يسأل ويقول لدي صدقة من المال وزكاة هل لي أن أعطيها أحد العمالة المنزلية في بيتي وهو غير مسلم لا لا تعطى الزكاة لغير المسلم الزكاة للمسلمين فقراء المسلمين الفقراء المساكين من المسلمين. فإذا أردت أن تحسن إليه فأعطه من غير الزكاة، نعم. أبو سعيد من الباحة يقول السائق عندي ولله الحمد أسلم، لكن ما هي الأشياء الضرورية التي أعلمه بها حتى يكون من المسلمين؟ اذهب به إلى إلى إلى, إلى أحد دعوة الجاليات دعوات الجاليات نعم, نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم الله مكاتب مكاتب دعوات نعم. الجاليات نعم آه هذا يقول بارك الله فيكم الوالده ورثت من أبيها وأمها ورث مبلغ مالي هل يصح لها التصدق به كله وهل يجوز لها صرف آه لإبنها لأن أحوالها الماد أحوالها الماديه تعبانه أو ضعيفه؟ أما الزكاة فلا تعطيه من زكاتها لأنها لا تحل زكاة الوالد لولده ولا الولد لوالده لا تحل لعمودي النسب لأنه ما تجب نفقاتهم على على الولد الغني فلا يجعل الزكاة وقاية لماله ينفق عليهما منها نعم أحسن الله إليكم وأثابكم الله. ما حكم تأخير الوالد لزواج ابنته لظروف مادية بحتة؟ هذا عضل ولا يجوز إذا قال صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير نعم نعم هذا أبو ياسر يقول يسأل عن قوله عز وجل وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا نعم لا الكفار لا, لا ينتفعون من القرآن وان سمعوه. إنما فانما ينتفع به المؤمن واما الكافر فلا ينتفع بالقران حتى يتوب الى الله ويدخل في الاسلام، نعم. ابو عبد الله من الدمام يقول هل تسقط النوافل عن المسافر؟ نعم ما عدا راتبه الفجر فانها لا يتركها المسافر ولا المقيم راتبه الفجر واما بقيه النوافل فإنه قال ابن عمر لو كنت أو ابن أو ابن عباس لو كنت مسبحا لا أتممت. لو كنت مسبحا يعني متنفلا لا أتممت. نعم أحسن الله إليكم وأثابكم الله يسأل بارك الله فيكم ما هي الغيبة المنهي عنها ذكرك أخاك بما يكره الغيبة بينها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال هي ذكرك أخاك بما يكره نعم يقول حفظكم الله أبو عمر يقول هل إمام المسجد مؤهل للفتية لا يؤهل بمجرد أنه إمام للمسجد إنما الفتية تؤخذ عن العلماء فإذا كان إمام المسجد عالما مشهودا له بالعلم فإنه يحق له أن يفتي السائلين في المسائل الفرديه، المسائل الخاصه. اما المسائل العامه فهذه يرجع فيها الى اهل العلم والى دار الافتاء، نعم. احسن الله اليكم، الاخ مترك من الجبيل يسال ويقول هل هناك شروط معينه لان لي تت... أن... لي... ليتصف بها الداعيه الى الله عز وجل؟ نعم، الداعيه اولا لن... لابد ان يكون على علم، يكون عنده علم بما يدعو اليه وبما ينهى عنه. ثانيا ان يكون عاملا بعلمه فلا يدعو الناس وهو يترك نفسه نعم احسن الله اليكم واثابكم الله كيف نعم سعيد يسال ويقول بارك الله فيكم كيف تكون معامله الوالد الولد لوالده عندما يغضب والده يصبر عليه اذا غضب عليك والدك فترضه واصبر عليه وهو احرص عليك منك على نفسك، نعم. احسن الله اليكم، نختم هذه الحلقه بسؤاله الاخر يقول ما الحكمه من ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: امك ثم امك ثم امك ثم ابيك. نعم، قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لمن ساله من يبر؟ قال امك، رددها ثلاث مرات، وفي الرابعه قال: ثم ابوك. فالام اكد حق على الولد من الوالد. لانها حملت وارضعت و... وربت وتعبت فحقها اكثر من حق الوالد وان كان الوالد له حق عظيم على ولده لكن الام اكثر حق واكد حق نعم جزاك الله خير وبارك الله فيك وفي علمك وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتك أيها الإخوة والأخوات لهنا هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناته وأن يمتعه بالصحة والعافية وأن ينفعنا جميعا بما سمعنا وأن يحفظ بلادنا من كل شر ومن كل مكروه إنه سميع مجيب الدعاء نلقاكم باذن الله تعالى في لقاء مقبل نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته